رجعنا من جديد ويعني ورود هي علا موجودة بس علا بتحضر ل ما بتحضر للطبق التالي اللي تجيب صحن يا زلمة ما هو كله غبتي كله وين علا وين علا وين يلا رح نعمل بطاطا فيش وقت نعمل بطاطا ونقرأ تعليقات اللي عندنا لأنه عندنا كثير تعليقات اليوم طيب يلا المقادير على الشاشة ناخذ مقادير أول يلا مقبلات بطاطا قرمشة أو مقرمشة بالفرن بطاطا مغسولة بقشرها مسلوقة زيت زيتون نص كوب طحين ربع كوب نشا ملح فلفل وكيجن وبابريكا أيضا بدنا للتقديم صوص رانش بصل أخضر كوب جبن شدر ذوب ونص كوب كريمة طبخ عشان تاكل تحت الفاصل طار الكلام ما أنا أكلت تحت الفاصل بصير في تخمة أحيانا طيب ناخذ تعليقاتكم يلا معك نبلش من الاول احمد نعيمات صباح خير سجى العلاقات صباح البرد ام برايدر رواشفه ايضا صباح علينا بدي اخذ من فوق هدى كريشان بتحكي لك ريت المعدل ما يتبدل ايوه ام رسول خاف من عدوك مره من صديقك الف مره صح 100% وامل بدير يسعدها شرف علا انشراح صباح الخير لك ابو محمد عوده شكرا لك رمضان زواهري يسعد صباحك شريفه طباخي يسعد صباحكم في مثل بيقول بنت الاصول عشرتها بالطول وبالدوم صحيح ايضا حمزه صلاحين العبادي يسعد صباحكم بحكي لك مهندسه المطبخ المتالقه يا سلام يا باش مهندسه هذا بوزيشن جديد هذا جديد تايتل طيب حطينا على الغاز كوب كريمه وحطينا مقابله كوب لكوب ونص من جبنه تشيدر عشان نعمل صوص بالتشيدر تشيز هذا اختياري للتقديم هلا هون حطيت زيت زيتون والبهارات اللي حكى لكم اياها ابراهيم بالوصفه راح نحط فلفل اسود وكمان ملح البطاطا غسلتها كثير منيح بقشرها سلقتها بعدين قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين هلا هون تتبيله البهارات صارت جاهزه بهالشكل رح أنزل عليها البطاطا بتقطعيها بس تبرد إذا قطعتيها وهي سخنة رح تفرط معك شايفة قشرتها موجودة تمام والله شيف دائما السر بالصوص آه طبعا يعني بالمحلات دائما البطاطا بيلعبوا فيها بالصوص اللي عليها وتتبيلتها صحيح هالشكل بيكون سر الخلطة الصوص صحيح هلا هون بحركها اذا ملاحظه ما حطيت ايدي فيها نهائيا لانها مسلوقه بتفرط راح ننزل عليها النشا بهالشكل تقربيش عليها ولا معلقه النشا وبعدين راح ننزل عليها كمان الطحين ومعك ابراهيم نشوف شو بيقوله يلا انت بتعرفي التعليقات قدك بتنزل ورا بعض فانا عم بحاول اخذ من الاول شمس النهار يعطيكم العافيه شكرا شكراً مراد باكستاني صباح الخير أكيد أم مراد القيسي بصباح عليكي سند الصباغ أنا رح أخذ كمان تعليقات الأمثال نادية محمد تحكي لك أنا جربت كل أكلات وهي شاطرة بالطبخ وعم بتحب وصفاتك كلها يلا صحة وهنا على قلبهم صار عندي صوص بالتشيدر وبفرش كريم تبعت الطبخ زي ما أنتوا شايفين يلا هلا هون راح نحرك طبعا حطينا نشا من الكسيح وكمان راح نكمل عليها بشويه طحين وبعدين راح اقلبهم مع بعض في البهار وفي النشا وفي الطحين هلا النشا راح يشد البهار والطحين على حبه البطاطا بعدين بكمل وبحرك لحتى يصير معي الامور تمام منار صباح الخير لك تظهر أمامهم جلافز المطبخ من الشركة الإقليمية التجارية تزويدنا بجلافز المطبخ إذا نحط عيار الطحين والنشا زي ما أعطيتك إياه بهالشكل بحطه عشان تتغلف قول سمعنا في حزيران بتصير الذرة مثل الخيزران صح ولا لا؟ إيش هو؟ في حزيران الذرة بتصير زي الخيزران صحيح ما هي مواسم صح وفي كمان قول بحزيران بيستوي المشمش لا هذه مش صح مش صح ابدا
بحاولوا يعطوكي شغلات يعني الأكل بالأكل عرفتي. تمام. زرعنا لوز طلع بقدونس. أوف يا ساتر يا رب. يعني حلوة زي اللي اعمل خير وبطلع صح زيت بالبحر. طيب هيك جهزت، بنروح فيها على الفرن من تحت ومن فوق لحتى ايش تتحمل. ما حدا بيقول عن زيت عكر؟ صحيح، يعني ما واحد بيحكي عن حاله غلط. ما ادري، لا هي ما بعرفها. بامية سلطانة الصفرة هيك اسمها؟ ما بعرف، جديدة. بيطلع من المولد بلا حمص صح؟ هاي شايفة كلها أشياء طبيخ يا جماعة، حتى بالأمثال طلع. هو عم بيلبقوا للمطبخ يعني. طيب رح نقدم طبقنا، هلا هاي زيها، رح نروح نجيب الجاهزة نحطها بالفرن لما تصير بهالشكل. رح نقدمها سريع، أنا رح أقدمها وناخذ مقادير. في قابل لهاب اكتف عنب ولا تهاب. صحيح، خلينا ناخذ مقادير بان كيك بالقمح. يلا حتى نسقط صحننا بالشكل النهائي. جهز ال هي هاردي. هو انت اللي اكلتها مش انا. هلا انا مستويه ولا مش مستويه؟ بس الصوص ما اوف ذاك كثير مستويه. هلا بحط لك صوص. لا يا ورود لا، داخل مصورين منك يا ابراهيم. هم شعرتين اللي ضايلين. الصوص جاهز؟ ايوه. والصوص رح نروح نجيبه. الرانش موجود. على ناخذ مقادير الطبق الاخير لليوم ورح يكون الحلو تاعنا. بس نشوف شف كيف عم تنزل. هاي جبنه؟ جبنه شدر احمر. كيف لوني مشقرة؟ تمام. وحطينا كوب كريمه ودوبناها. إذا بدك إياها جبنة، الجبنة نكهة يكون قوي كتير طعمها، زيدي جبنة وقللي كريمة، يعني بس هي جبنة وكريمة بس، تحطيش إشي تاني، مش حليب بزبطش. صح. هالشكل. الشدر بتذبح كثير البطاطا. أوف كثير ودسم. وبعد هيك كمان إيش رح نعمل؟ رح نحط اللي هي هلا شوي من الرانش. رانش. بس انا دقت البطاطا، البطاطا مختلفة عن الوجز، يعني شبيهة بس جد زاكي. مشان يعني هيك انا ما سميتها وجز، لا مش وجز لها نعم طريقة ثانية، فسميتها مقرمشات، سويها مقرقشة مقركشة زي ما بدك يعني، بس هي طعمها بصراحة مع الرانش بهالشكل كثير طيبة وزاكية. وبدنا نشكر دائما اسواق الكرمل لتزويدنا بكل الخضار والفواكه الطيبة شرواهم.